السلام عليكم بناتي، نهاركم مبارك، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله بحول الله. مرحبا بكم في قناة عالم ام عبدو، ونتمنى تكون يلقاكم الفيديو ديالي وانتم في صحة جيدة. اليوم بحول الله غادي نقدموا ماغنوم او بوب كيك على شكل ايس كريم، ونتمنى يعجبكم ويروقكم. قبل كل شيء نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبداو في الطريقة والمقادير في نفس الوقت إن شاء الله بحول الله. بالنسبة لبوب كيك على شكل آيس كريم، غادي ناخدو هاد السيليكون الذي يساعدنا باش نخدمو عليه، وفي المستقبل إن شاء الله غادي نعمل لكم واحد الفيديو خاص باللي ما عندوش السيليكون ونديرو فيه البوب كيك بلا سيليكون. بالنسبة للكيك، اي كيك عندنا، انا استعملت الجينواز اللي كانت بقات لي من حلوة لاكريم، غادي نستعملها ان شاء الله بحول الله. ما كان لوحوهاش، يعني عندها الاستعمال ديالها. غادي ناخدو الجبن المربع وكذلك الشوكولا نتاع الدهن. بالنسبة للجينواز غادي ناخدوها ونفتوها او نطحنوها، يعني كل واحد واش بغى. انا دفتها غير باليد ديالي لا غير، كنفتوها مزيان مزيان باش ناخدو يعني جزيئات رقاقين. يعني اي كيك كان عندكم ولا تقدروا اي كيك ديروها تخدموا بها هاد لي بوب كيك. من بعد غادي ناخد بواحد الاناء اللي دي يساعدني باش نخلط فيه الخليط، يكون شويه اكبر من هذا، نضيف ليه لي جينواز ولا الكيك اي كيك فتتنا. كناخذ داك الجبن المربع كنضيفوه وحده بالوحده. هاد الجبن كيعطينا ديك الملوحه اللي فيه وديك المذاق باش ما يجيش البوب كيك حلو بزاف. كنضيفوا الجبن واحد جوج القطع كافيين بالنسبه لهاد الكميه. بالنسبه لهاد الكميه دي تخرج لي 8 ديال لي بوب كيك، يعني كل ما كانت الكميه كبيره غادي نضيفوا قطعه ديال الجبن. كنخلطو مزيان مزيان وكنضيفو كذلك الشوكولا نتاع الدهن، حتى هي كنضيفوها غير كل ساعه نضيفو معلقه صغيره وكنخلطو باش نحصلو على واحد الخليط متماسك، ما كيكونش مطلوق، يعني كتكون متماسكه باش تشكلنا وما يبقاش يتهرس منا. كنضيفو غير بشوي حتى نحصلو على واحد العجينة متماسكة نقدو نشكلوها بيدين ديالنا. كما قلت لكم ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو اللي خاص باللي ما عندوش السيليكون باش كلشي يستعمل لي بوب كيك للاطفال بالخصوص في العيد ميلاد. كتكون متماسكه صايي كنحبسو على زياده مثلا الشوكولا. وبالنسبه ليها ما كتجيش حلوه بزاف لان ضفنا دوك القطع ديال الجبن كيعطيوها واحد الملوحه، يعني كيوازيو المذاق ديالها. كي كتبقى تشكلنا في يدينا صافي نحبسو عند الخلط. كناخدو دوك لي مول سيليكون وكنشكلو هادوك هداك الخليط في القوالب ديالها، ومن بعد كنديرو دوك العميدات ديال لي بوب كيك وكنزيدو فوقهم الخليط باش يتحكم لنا مزيان، وكنسويو السطح مزيان.
من بعد كنخرجوها وكنقلبوها باش يجي داك السطح ديال يعني من الجهتين يجيو ملساء، وكنكرر العملية حتى للنهاية ديال لي مول ديالنا. كما قلت لكم انايا دي يجيوني 8 ديال لي بوب كيك بهاد الخليط، وكيجي ساهل باش نخرجوه من الليمون. غير من نساليو الخدمة ديالنا نديروها في المجمد، نديروه في المجمد. علاش؟ ماشي باش يجمد لنا، غير باش يكتسب واحد شوية ديال البرودة باش من نكونو نديرو فوقو الشوكولا تقبط بسهولة. كاينه طريقة تانية اللي كيدهنو لي مول بالشوكولا عاد يديروا الخليط، ولكن في هذه المرحله في هذه الوقيته نتاع البرد دغيا كتكرم هذيك الشوكولا، ومن كنديروا فوقها الخليط كتبقى ترتق. علاش ما درتش انا هذيك الطريقه؟ درتها الطريقه اسهل. وحتى بالنسبه لي مول من نديرهم في الكونجيلاتور ما نخليهمش واحد الوقت طويل، غير مدة قصيرة باش غير ياخدو واحد شوية ديال البرودة وصيي، لان الا خليناهم مدة طويلة كنبقاو نديرو فوقهم الشوكولا تقعد واحد 15 دقيقة ولا كتبقى ترتق. عيب في هاد المرحلة دي نديرو في المجمد، ونتمنى تتابعوا للنصائح لان باش ما توقعوش في شي تغارات بحال هادو، وبالخصوص الواحد ملي كيكون يخدم فيهم في الاخر تيتشقولو ولا يعني كيمشي الخدمه ديالو كلها باطل. كندوبو الشوكولا ديالنا، ودائما كنقول لكم ما ندوبو الشوكولا كامله حتى كنخليو فيها واحد القطع حتى نخرجوهم فوق بامارين وكندوبوها. من بعد كناخذوا هذوك لي بوب كيك كنصبوا عليهم هذوك الشوكولا ديالنا، وكنحطوها في واحد الصحن اللي يكون فيه البلاستيك ونخليوها حتى تقبض في راسها. رحنا في جو بارد دغيا كتكرم. من تكرم ديك الشوكولا يعني كتيبس فوق الحلوة، كنحيدو داك الزوائد اللي كتكون في الاسفل ديال لي بوب كيك بالسكين باش يجي المنظر ديالها زوين. ومن بعد كنزينوها، التزيين كيكون اختياري. كناخدو داك العقيق، نقدروا اي عقيق او اي حاجة، وكل وحدة عندها لمستها في التزيين. نادي ناخد الشوكولا السوداء، غادي نديرها في الجيب الحلواني هذا بوش جوتاب، وكنزين الجوانب ديال لي بوب كيك. ومن بعد غادي نوضع فوقها دوك العقيق ديال فانيت، وكيكون بسرعة لأن الجو بارد ودغيا الشوكولا كتكرم. خصنا غير كنديرو الشوكولا وكنزينو في نفس الوقت باش تقبط لنا فوق الشوكولا. ممكن تكتفيو بهاد التزيين، ممكن ديرو إضافات، كل واحد والاختيار ديالو. يعني كيكون داك العقيق كيكون على الالوان وعلى الاشكال، نستعملو اي عقيق بغينا. بالنسبه مثلا مقيطات ولا وقعوا لكم في الحلوه ما تقلقوش، خليوها حتى تكرم وكنحيدوهم بالسكين كيكونوا بسهوله. بالنسبه للشكل النهائي كيكون على هذا الشكل.
ممكن تكتفيو بهذا التزيين، وممكن تضيفوا اضافات على هذا التزيين. انا ضفت عجينة الشوكولا، يعني درتها على شكل ريشة ولا حروف، ونتمنى تعجبكم وترقكم. كان هذا هو الشكل الأخير، كيكون المنظر ديالها جميل جدا. درت كذلك حروف على حسب الاسم اللي درنا له المناسبة ديالو. ونتمنى تشاركوه مع الأهل والأحباب طبعا إلى عجبكم، ومرحبا بكم في داركم الثانية عالم أم عبدو. وشكرا لتتبعكم، ونطلب ربي يسر الأمور للجميع.